احنا قاعدين فيها دي يا هنا اسمها ممنوع الضحك. بصي بتعرفي تنفخي بلالين؟ اه. بصي دلوقتي انا وانت هنبتدي نحاول ننفخ البالونه دي، اللي هتفرقع منه الاول هو اللي ايه كسبان، اوكي؟ واللي مش هتفرقع منه وهيخسر هو اللي هيترش. يلا 1 2 3 طبعا. طبعا انت نفخه واحده والخلوط دي مش هحتاج. ايوه اللي حصل؟ طلعت. برافو عليكي، يبقى انت اللي كسبتي. وبما انك انت كسبتي فانت ايه؟ هترشيني. 1 2 3 ابتدي. ابدي؟ رشي رشي. ايه؟ ايه؟ رشيت ولا ايه؟ اه؟ رشي عليا يا بنتي. رشي ازاي؟ ترش ازاي؟ هات انا هوريك. اما اقول لك ترش عليها البسي كده النضاره. لا دي اول ما انا اقول لك ترشي تروحي ماسكه دي ورجعها كده خلاص، وانت بمنتهى السبك كده مدام حمديه تروحي ايه كده. فهمتي؟ عرفتي ازاي؟ اه كده خلاص. سيبي ملفاتك في الشغل وترشي. يلا 1 2 3 اسم الله عليك. خلاص؟ ايوه كده خلاص. يلا اقلعي النضاره بقى. معلش يا معلمه. بص دلوقتي هنروح للمسابقه الثانيه. تعرف تشرب عصير؟ طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع، اوكي؟ يلا هاتولنا العصير. استني انت بدأتي؟ ايه مدام حمدية احنا هنخم؟ في ايه؟ اصبري. بصي هوريكي بقى الابداع. 1 2 3 ابتدي. انت شربتي نصها اساسا. اشرب اشرب. بصي على العصير كده. ايه اللي وراكي ده؟ ايه اللي وراك ده؟ ايه ده؟ خلاص يلا كملكم. استنى انا خلصت الاول. الحمد لله. بشرب العصير ده اسهل حاجه عندي في الدنيا. فدلوقتي بما انه انا اللي كسبتك فايه اللي هيحصل؟ ايه؟ ايه؟ تشوفي الشاشة؟ اه هرشك في الشاشة. 1 2 كفاية والنبي. كفاية؟ اه كفاية خلاص. خلاص يلا لعنا الدور. حاضر. بقول لك ايه لعنا الدور، انت بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بالهيليوم لا. بجد؟ طب تعرفي تشفطي الهوا اللي جوه البالونه؟ هوا؟ بصي هقولكي ايه لعبه كده. ايه اكتر اغنيه بتحبيها ايه؟ بتاعت تامر حسني. اللي هي بتاعت ايه؟ بتقول ايه؟ تعرف؟ بصي انا هشفط اللي جوه ده واغني لك، ماشي؟ ازاي؟ هتشوفي يا مدام حمدية. بعدين سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية. تعرف تعملي كده؟ ايه غيرت صوتك ازاي؟ ما هقول لك بقى، غيرت صوتي لما انا بلعت الهوا اللي جوه ده. فانا عايزاكي تبلعي الهوا اللي جوه، ماشي؟ لا لا جوه ما اعرفش. لا تعالي انا هوريك، تعالي قربي كده. قربي يا حم... ايه يا حمديه البق ده؟ اقفلي يا حمديه بقك على البتاع، افتحه. دلقتي العصير يا مدام حمديه وبهدلتش الدنيا. كده كل الورق والملفات كده باظت. معلش معلش. يلا بس اشفطي بقى شفته جامده. ايوه يلا اشفطي.
ايوه اقعدي بقى مكانك وغني بسرعه، اقعدي مكانك وغني. يا ملاك يا ملاك يا ملاك. ايوه. انا خلع شمال. حصل ايه؟ ارجع في الحنيه على العيال. خلاص؟ على العيال في عينيا عشان خليك في عشان تتعدي ولا ملاك العيال. ملاك. ما اعرفهاش. اشوفك بقى في المرحله الجايه، ماشي؟ يا باي باي. وبعدين هرشك جامد كده 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 كده. بص احنا هنا في اوضه ممنوع الضحكات اللي في ايدك ده. مش هنضحك خالص. مش هنضحك خالص. نشوف مين فينا اللي هيضحك ومين فينا اللي هيضحك التاني. اللي هيضحك هو الخسران، والخسران هيترش. مستعد؟ مستعد. طيب بتعرف يا زياد تنفخ البلالين؟ طيب. بس ما بعرفش اربطها. مش لازم تربطها، انفخ دي وانا هنفخ دي. استنى، اللي هينفخ البالونه بتاعتها لما تبقى كبيره وتفرقع هو اللي كسبان. اوكي؟ يلا 1 2 3 ابتدي. ايه الاخبار؟ انت هتكسب ولا ايه؟ لهوي دي اتمنت خالص. شفتي بقى انا الكسبانة اهو. برافو عليك. طب امسك لي دي، امسك دي معايا عشان ما تفرقعش مني. هتفرقع. كبرك كده ولا ايه؟ لا امسكها لي كده، امسك. كده يبقى انت اللي ايه؟ كسبان. ماشي، يبقى انا هلبس النضارة دي علشان احمي نفسي من الاشعة البنفسجية. وانت هرجلك دي كده. استنى انت انا بحسيك. لا لا ما تخافش، هتمسك دي كده وهترشيني. هترشيني ازاي؟ كده خلاص؟ ازاي؟ كده ماشي؟ استنى ما ترشش لما اقول. ماشي. ده ايه ده بقى؟ لا ده كنافه، ارميها في الارض وكمل. يلا 1 2 3 ابتدي. بس انا هغني لك بالهيليوم. ماشي. حمقي عمره ما يغيب، حمقي وعده ليا اللي عايش بيه. خلاص خلاص ماشي خلاص. دلوقتي بقى انت اللي هتغني. استنى ما اجيب لك واحده كبيره. خد دي. واحدة كبيرة؟ اه. انت عايزة تتمعل. بص بقى هتشفط بقى جوه. ها؟ ايوه خد الهوا جوه. خد. لا انت ما بتفضيش منها حاجة. ايوه وريني كده صوتك. انا فاكر اول مرة شفتك كانت من سنين، ولا هنسيمتها ولا ساعتها كنا فاكرين. صوت رجي الملعب مرة واحدة تشجع ملايين. بس كفاية. الله تحفة تحفة تحفة. صوتك كان يجنن، ولكن ما انت ما غنيتش الاغنية كلها، فمضطرة ان انا ارشك. عزيزتي المرأة، عندما يكون عندك برغوث في البيت فلترشيها كذا، سوف يختفي تماما من المنزل، وإذا لم تستطيعي فاتصلي بنا سوف نرشه لك. أوكي؟ رقم 301. يلا، دلوقتي مع آخر تحدي، وهو تحدي النكتة. لو قلت لي نكتة هتبقى أنت كسبت، أما لو ما قلتليش نكتة هتبقى أنت خسرت وهتاكل أكتر أكلة أنت مش بتحبها. سرح شعرك كويس بقى. القصة جميلة. أيوة أنت عامل اللون البينك ده؟ أوه. تحفة. أوه لا لا شعرك طويل قوي. اه يلا يلا يا شباب. يلا يلا قولي النكتة. لا خلاص هاتوا الطبق. أنت إيه أكتر أكلة بتكرهها؟ الجبنة المش. أنا جايبها لك ده. اعمل لك ساندوتش منها بقى. ثانيه واحده اهي. طب ما تكترهاش. حاضر اهو اهو بس خلاص. ايه
لا لا الايس كريم مكتره قوي. مكتره ايه ده، هو حلاوته كده يبقى بيبوز كده، ما بيبقى سيمبل كده وتروح سقطه كده على البق. هات كده انا هاكله. لا انا هاكل. لا لا اسمع مني، مش هديهولك كله، انت اقطم على قد ما تقدر. طيب خد، اوعى يبوظ منك. لا انت بتاكل العيش بس، انا شايفاك انت بتاكل العيش بس. طب قول كده طعمه حلو. طعمه حلو. قول لي الله ده جميل قوي. اقعد. الله ده جميل قوي. لا شيل ايدك. قول الله ده جميل قوي. قول نفسي افضل اكل منه طول حياتي. لا لا لازم تقول كده، نفسي افضل اكل منه طول حياتي. خلاص اوكي بقى. خلاص انت كده كسبت معانا في المرحله دي، بس لازم تهرب، لانك لو ما هربتش هرشك. قوم قوم.